وصل صوتك. تقبل كل حب سيرين جنون، مرحبا بيك. يعيشك. مرحبا. لباس الحمد لله. مبروك ما عملت تقبل كل شيء، انا لا غالب انت على كل شيء. بالهنا ان شاء الله وبالرفاه والبنين. هذا معناتها والافراح ظهر فيها متواصله، والافراح بالاخص المهنيه لانه عندنا مولود جديد اللي هو الشقف. قداش صعب قبل كل شيء ربطك شقف بالكدا بالكدا، خاصة أنه هو عمل حتى في الورقة معناتها مكتوبة فكرة الراحل اللي هو الولد متاعك واللي هو المعلم متاعك بالأساس جنون عزدين جنون معناتها باهي. دوك هي كانت الفكرة من أكور يعني ما بين لسعد جاموسي طلب من عزدين جنون في فيفري 2015 تقريبا أنه يحضر له عمل دوك ان برودكسيون، خاطر عزدين جنون نعرف الكل سبيسياليزي عنده المركز العربي الأفريقي في التكوين والبحوث المسرحية وخادم برشا دوك ومفرمي بكو دو جون أكثر من 350 جون عربي أفريكان. دوك كان باش يعمل هو المسرحية الإخراج وليدي وقت اللي بدا يفكر دوك خمم بيان سور في التام اللي هو المأساة نتاعنا معناتها دو سو سيكل، الهجرة الغير شرعية اللي كثرت وسورتو بعد الحرب في سوريا دونك لي زيماج اللي نشوفوا فيهم وكل. دونك بدا في الفكرة وبدينا معناتها افيك ليكيب اون سيليكسيون دونك ايكيب الحمراء اون سيليكسيون نتاع اللي نقولوا احنا معناتها دي ديفيرون دوغري و ديفيرون بروموسيون من المركز العربي الافريقي باش يختار الممثلين. Et puis, voilà, il nous a quittés donc, le 29 mars. Le projet CAD, donc, c'était Malheureusement, c'était juste une idée. يعني... Ah, fikra bark. بالضبط. Malheureusement, علاش نقول malheureusement, خاطر نعرفوا قداش les choses évoluent avec lui et les choses changent. Ou حتى كي يطلع على الركح, une fois qu'il dirige ses comédiens, des fois le thème peut complètement changer. يعني. Donc, بالنسبة لينا, il y avait une idée. Donc une contrainte ماهوش نتاع voilà فكرتنا احنا شنو اللي نجمو نبدلو و on peut pas faire évoluer complètement l'idée لكن bien entendu on doit ou هذا devoir لانه قانون يحب les gens qui عندهم apport. C'est quoi leur apport هذا كان من اصله مع les comédiens نتاعو مع les équipes الكل. Donc انت شنو الابور اللي باش تضيفو. Donc حبيت انا يكون هذا ديجا عمل و tout le monde participe الناس كل تشارك فيه. لأنك حكيت على الفكرة، أنا مرة كان معايا سي عز الدين جنون قال لي أنه كي يبدأ عنده المشروع يراه تصوير على المسرح قبل ما يراه تصويره هكا على المسرح قبل ما يبدأ يكتب فيه. هل شافه هو مع أنتك يحكي معاكم في الفكرة شاف التصوير اللي احنا اليوم نراه على المسرح؟ لأنه نذكر أنه شقف تعدى في أيام قرطاج المسرحية الافتتاح، هل شافه مع أنتها كديكور كضو وحكي لكم على هذاك انتم انطلقتوا منها والا شافوا نص معناتها وفكره؟ نو الوغ اللي شافوا الفكره التام دوك كتام وقتها نتذكر دوك جمعات الاخرى مع بعضنا دايور كان فما زوز حاجات معناتها مهمين اللي شدينا فيهم دو فاسون تري امبورطونت. اول حاجه انه يكون شقف ترامبولين هذيك فكرته هو وعمل اسكيس تصويره باليد داير انسبيري منها لافيش تصويره بستيلو لانه انا التو بالحق ما شفتش لافيش اما باش نقول لك غلطه لو كان ما تحطوهاش في الـ في الـ في لافيش بيان سور سا سي ايفيدون صحيح. لكن دايور يافي اون سنسيبيليتي دونك دو جون عاطف كي نوزا في معناتها لافيش. اول حاجه بعثت له التصويره اللي صورها جنون دونك بالستيلو خاطر لي كالبان بيان سور سي اجندا وكل شيء دونك عندي وحتى وقت اللي هو يكتب وكل معناتها toutes les semaines يكتب شنو معناتها انه هذا هي التيم الترامبولين يعمل تصويرات الاسامي لي كوميديان وفما اون تومبيت دونك سي سا لي بيتيز اليمون معناتها كون افي العاصفه سي ليدي وقت اللي حكينا انه باش تكون اون ترافيرسي دو لومان عبيد في الرادو دو لا مور وكتب جمله اخر جمله كتبها في حياته بالعربي هذه داير ما قلتها في حتى راديو داير هادي جي لوكازيون لا تو بوز لا كيستيون في اللي كالبام تاعو وما ريتهاش الجمله وهو حي معناها اخر جمله كتبها بالعربي دونك فوالا معناتها شقف فيه دي جون عربي افريكان واحد وبعد كتب الجمله شبيك زارب على الموت هاك ماشيلها et il nous a quitté 15 jours après donc وقت اللي خدمنا les improvisations وقت اللي بدينا ou la mise en scène donc que j'ai faite avec Majdi Abou Matar donc on est deux metteurs en scène dramaturgie مع سعاد بن سليمان الناس الكل كل شيء تخدم donc في 8 semaines sur scène donc on a معناتها il y avait beaucoup d'improvisation de travail avec les comédiens mais on tenait à ce que ça cette phrase existe شبيك زرب على الموت هاك ماشيلها
رحلة الحياة والموت، وساعات رحلة الموت الهروب من الموت باش تمشي للموت مرة أخرى. دونك مسرحية غامقة شوية، معناتها غامقة غموقة الخدمة متاع الجنون قبل، غامقة معناتها أنها تخرج موجوع، غامقة أنك أمو منذ ناس ساعات يغم عليك قلبك زادة فورسيمون. معناتها ديجا هو ملي فرقنا وملي معنا الشارج والمسؤولية متاع الحمراء الناس الكل بي بتتخي انا بارتيكوليرمون، معناتها دي حاجة فورسيمون صعيبة برشا، معناتها ايموشنالمون اجيغي معناتها. لكن العمل هذية او ميم تان معناتها اخر فكرة ليه، mais en même temps, il me connaît la continuité. Alors, nous, on veut assumer complètement ce travail. C'était son idée, c'est très important. Et il me connaît idée. Mais l'apport et le travail, il me connaît, on l'assume complètement. Justement, je veux dire, je veux dire, l'Hamra, je ne veux pas que la Syrie ou la Syrie, قانون اليوم موجود ويخيم على البلاصه. جيم با لو تيرم شبح خاطر سي بيجوراتيف، لكن بالمفهوم الايجابي الروح. الروح الروح وقتها ايجابي التصويره. هزدين قانون الى كان جو بو بيرميتر دو ريزومي، هزدين قانون فما برشا فنانين مالوروزمون بتاتر اوسي دو حجم قانون، لكن كان تي بارتي ديسباريس قانون كان موصي، كان يقول فيها ويقولها ليكيب الكل ما نحب حتى شيء يتبدل. علاش؟ خاطر قانون كيما بوكو سي دو غران نون في العالم الكل، تعرف انت وقت اللي ماتت بينابا واش ليكول نتاعها مازالت كونتينيو، موريس بيجار جو دون توجور سي زيكزامبل، على خاطر قانون ما كانش يحب ابري موا لو ديلوج، معناتها كاها ومشيت انا من الحمره تسكروا البيبان وتقعدوا في مش حتى تبقاو اوفياء للخط نتاعو، معناتها الوفاء اللي هو مش انك تو لو كالك ولا تو لو كوبي. الوفاء انك اللي خذيته من عنده، وهذا درس عطاونا من اللي يطلع الممثل على المسرح ولا اللي يخدموا معاه، هو يفرح حتى العبيد كيفا ان باساج وبعد يمشيو من الحمره، سي امبورطون لا ريكونيسونس، لكن في نفس الوقت شنو هو اللي اضاف، شنو اللي تعلم وكيفاش طوروا. قانون يلم لي زاكتور كرياتور، الممثل دونك اللي يطلع معاك يخلق الشخصيه يحسها مش يلبسها كما يقول ان كوستيم، لكن في نفس الوقت يحب لي زارتيست كي لونطور شنو هو يحير فيهم باش يضيفوا من عندهم. سيرين خليني نقول ونذكر شقف 1 2 3 ديسمبر في مسرح الحمراء. في مسرح الحمراء مالوغوزمون سي لو سيكل اونيك توا اللي عندنا مبرمج، خاطر الممثلين يروحوا لو 5 ديسمبر دونك البلدانهم شطر لي كوميديان سون اترانجي، دونك عندنا سيكل بركه خميس جمعه سبت، اون ديجا الحمد لله بوكو دو ريزرفاسيون، دونك ماذا بينا فوالا معناتها لي بيرسون كي فول فوار سو سبيكتاكل يبوف ريزيرفي لي بيي سون اون فونت ديجا في الحمراء وفي الريو كل يوم. مشكله فما جمهور الحمراء، هذاك الجمهور نتاع الحمراء معناتها مهما يتقدم مش يمشي يتفرج في الحمراء اللي هو ديجا جمهور مهم، مع الجمهور اللي يجيب يشوف العرض هذايا بالتحديد. اليوم قداش تورطتوا انكم معاكم ممثلين ما همش توانسه اللي زاد كيف الالتزامات نتاعهم تخليهم يرجعوا لبلدانهم، قداش انتم زاد في ورطه؟ بالضبط، مش كان حكايه التزامات، فما حكايه ان كو كل جمعه يزيد يقعد فيها، فما كريم تاع ابارتمون، فما يعني هذا الكل سي ان كو، لكن احنا اون ابري على عاتقنا سيت انجاجمون على خاطر نعرفوا لو كان جوستمون مش سيلاس عبد جاموسي بور لي جي تي سي الى ريتيري الكونفيونس، واحنا اكثر حاجه ما تفاخرين بها انه عطانا الثقه لو قانون مش موجود، دونك احنا الكلنا لازم كنوا عند الثقة والحمد لله اللي زي كوم. أيه معناتها مستقبل سيرين، مستقبل احنا هذي تقول اليوم 1 2 3 عنده في في فيهم فيها تموت فيها تحيا، معناتها مش فيها تموت فيها تحيا، هو مهوني من مي سبتمبر، دونك عملنا ديجا تورني كاملة كنا في جابس ومدنين وعروض الجي تي سي كلهم هذوما والافتتاح. احنا عنا عروض الجي تي سي فما ضغط نتاع مسرحيات بالضبط، عنا سيكل هذوما ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحمراء أنا ما نجمش 2017 هي البرودكسيون باش تقعد أو موان دو 3 أن، لكن يلزمنا أون با لو شوا نربطو مع دي تورني، يعني إلا كان ما عندناش الإمكانيات نتاع لي بيي دافيون ونتاع الإقامة ما نجمش نجيبهم جوست على سيكل ولا على عرض. دونك في 2017 بقدرة ربي اون ديجا بوكو دو دوموند بور ديفيرون بيي، دونك وفما تورني زاده في كندا اللي هما بارتنير وكو برودكتور، دونك كل لما باش تصير في 2017 باش نعملوا ما في وسعنا انه يرجعوا لتونس ان شاء الله اذا مهرجانات في الصيف، باش نعملوا عروض اخرى في تونس الواجب هذا، لكن توا من نجم نوعد كان بالبروميي اي دو ديسمبر. أصداء إيجابية سيرين على العرض الأولاني اللي تعدى في افتتاح أيام قرطاج المسرحية، وفرصة باش نحيي الممثلين
اللي خدموا على مسرحية الشقافة: عبد المنعم شويات، ريم الحمروني، سما كشكار، مريم دارة، صوفيا موسى من لبنان، نادال حمسي من سوريا، جي أنسومي جي من البناء، وبحري الرحالي زاد من تونس. وبحري الرحالي فوالا الممثلين وي كوميديان، ممثلين الحمراء مع ممثلين اخرين، مع ممثلين كلهم ممثلين المركز العربي الافريقي والحمراء والحمراء، يعني كلهم خريجي المركز. لا لا، فما الممثلين كما نقولوا احنا الريوس حربة نتاع الحمراء، اللي هما خدموا في غيلان قبل وخدموا في برشا اعمال قبل، لكن هما زادة في المركز العربي الافريقي. هما زادة في المركز، كلنا مع بعضنا توت ليكيب، هذيك ليكيب تاع الحمراء. واللي جاو لي زيترانجي الكل، سورتو مريم دارا وصوفيا وكل، عملوا المركز العربي الافريقي معنا ومع عزدين قانون، وهذا كان منهم ما تم المشاركين في المركز، تم اختيار الممثلين. ومجدي ابو مطر بيدو اللي معايا في الاخراج من خريجي البروموسيون الاولى نتاع المركز العربي الافريقي. الشقف فقط كلمتين على المضمون، باش على الأقل فما يمكن برشا أعمال حكيت على الحرقة في تونس، حتى مسرحين، حتى في أيام قرطاج المسرحية فما عمل آخر تقريبا مصري حكى على الحرقة، ولا كردستاني والله ما نعرف، حكى على الحرقة. زوز حارقين، واحد انتليكتويل، واحد حارق جست على خاطر يحب يلقى خدمة، واحد حارق لأسباب سياسية. دونك الشقف تناول الحرقة برؤية خاصة، لأنه فما مثل الجنسية اللي رفض المجتمع، اللي حب يهرب لأن البلاد تحترم حريته الشخصية، سجين سياسي هارب من الاختيالات، فما نقص. احنا لو تسمح هادي، احنا المسرحية كلها مبنية على حاجة، هم من هم، يعني هذوما لي زليمون دايور ماذا بيا يكتشفوهم المتفرجين، ما راح نقول لهمش شكون. والله انا ما شفتش كيف عملت ريشيرش على الصحافه، لقيت لا عندك الحق. اما لو تسمح، علاش باش نقول لك هذا اللي دايور اللي مهم، اون بو با كونفيرونسي هادي ابشن نقول لازم ما عندو الاكتشافات هادي، ما تنجمش تكون اقوى من الواقع. لكن انت شنو اللي تشوف في التلفزه؟ تشوف دي شيفر، تشوف دي ستاتستيك، وتشوف دي ايماج تاع بيت. وحتى كان حكيت اليوم الرؤيه المسرحيه والصوره المسرحيه، حتى حد من الناس لكن بالضبط. اما باش ما ندخلوش في لي ديتاي، مهم انهم يجيو يشوفوا شكون هما هذوما التوينسه، اربع شخصيات مختلفه تكون تخيتي مشاكل فيهم، تحيه وفيهم تموت مع الشقف 1 2 3 ديسمبر في مسرح الحمراء. شكرا لك سيرين القانون، يعطيك الصحة.